اخويا عندي مشكل مع واحد السيده اللي تدعي انها مؤثره التواصل الاجتماعي رغم ان المحتوى ديالها رديء، فهمتي؟ لا يناسب الناشئه اللي عندي انا في الصفحات ديالي سواء على الانستغرام سواء على الفيسبوك. كنت فاجئ بانني حيدت لها متابعه، بغات دارت عليا واحد البث مباشر وكانت كتهدد فيا بانني غتجي ليا حتى للدار وهذه. والسيده وصلت للمبتغى ديالها وكان تعرضت لواحد التصفيه جسديه كانت غتقوم لولا انني قمت بالفرار الحمد لله شويه خفه. حتى كنتفاجئ بالسيد اللي هز سلاح ابيض كيقول لي اجي نوري امك تحيد لابوني. لا لا، الا كنت انا غنحيد المتابعه لواحد السيده ولا لواحد السيد ويدير لي تصفيه جسديه، حنا راه ما عايشينش في غابه، حنا راه في دوله الحق والقانون، فهمتي؟ كاين القانون وانا درت مسطره قانونيه باش نحمي راسي، فهمتي؟ حيت نقدر في اي لحظه، ورغم ذلك مازال التهديد قائم، رغم ان اليوم كنا غندوزو ان شاء الله عند في المحكمه. لا ما عرفتش المسطره كيفاش مشات، تقدر هي تكون ما جاتش في الوقت المناسب ولا الله اعلم، المهم المسطره باقا قائمه. نعم، لان السيده هذه كتقدم واحد المحتوى فاسد لا يناسب الناشئه سيرتو الاطفال الصغار. اللي عندي في المحتوى ديالي انني كندير واحد المحتوى ثقافي ترفيهي ايديكاتيف للاطفال، بان كنقول للناس المسؤوله بهذا الميدان انا ان تقنن هذه القنوات هذه باش ما يبقاش هذا المستوى يشوفه الاطفال الصغار. ولذلك انا درت المسطره القانونيه ديالي الحمد لله، وكنشكر الشرطه القضائيه على الخدمه تبارك الله عليهم، شدوا الملف ديالي الحمد لله، تعاملوا معاه بواحد السرعه اللهم لك الحمد. علاش؟ حيت لا زلت اتعرض لتهديدات، فهمتي؟ التهديد لا زال قائم والاستفزاز لا زال قائم، ولذلك انا راه في واحد الحاله نفسيه مدمره، فهمتي؟ راه نقدر نقول لك راه من عيني راه يبان لك العياء، راه ما كاينش النعاس الحمد لله، ولكن كنبغي هاد السيده هادي بغيت نوصل معاها للقانون. الا كنت ظالمه تدلي باش ظالمه، ولا كانت هي ظالماني راه كاين القانون. هادشي اللي بغيت نقول من هذا المنبر هذا، بغينا ان يعني شنو الريسيرش لهاد يعني اللي كيقولوا كلام فاحش او اخويا الناس اللي كيديروا هذا الكونسيبت كنعاود نقولها، فيجب تقنين القنوات، فهمتي؟ خاص شي مسطره قانونيه ديال هذا القانون. هاد راه بزاف روتيني اليومي دي لايف ديال الهضره خايبه. كاينين وليدة صغار، كاينين ناس محترمين، راه ماشي 10% خاسره راه سافدي راه كلشي خاسر، لا راه كاينين الناس كتتبع دي كونسيبت زوينين، كاينين اصدقاء فهمتي دي زانفلونسور تبارك الله كبار، كنفرحهم اللي كنبداو نتفرجوا فيهم، كونسيبت زوين كونسيبت نقي داك الشيء كيفرح الحمد لله. مي بحال هاد النماذج هادو كنطالب وكناشد الناس مسؤوله على هاد القنوات انها تقوم بتقنين هاد القنوات. بالنسبه للتهديد ديال التهديد اخويا كان ركون واحد السياره من نوع كليوكات، فهمتي؟ بقاو فيها جوج ونزلوا جوج، جاب الله واحد تعطر علي انه يوصل عندي حدو، قال لي اجي نوري امك، بحال وعاني بديك اجي نوري امك تحيد الابوني. لا لا، هذاك هو اللي ساعدني على الفرار، رغم اننا شويه الرياضه الحمد لله، كون ان الفن ديالي كي خصك ضروري تكون متريني وتكون مسوفلي شويه، قمت بالفرار طلعت حتى الفوق، بقيت في المنزل ديالي، تنزلني الاخ ابراهيم من المنزل، هو اخ ابراهيم وواحد الصديق خالد نزلوا لي من القرياش، واقع راه سمعنا شي حاجه، قلت له اخويا راه وقفت عليه، قال لي واجي نزلوا للدائره، نزلت عند رئيس الدائره هو اللي وجهني انني ندير شكايه مباشره للوكيل الملك. اخويا هذه الواقعه هذه حنا تفاجئنا بهذا الشيء اللي وقع لخونا شرف اللي زعما كاين عزيز وغالي والساكنه زعما كاين ديال الحي ديالنا ديال التشارك ولا فعاليات مجتمع مدني ولا الاطفال عزيز عليهم شرف السرجاني. في اي وقيته تنحتاجو تنعيطوا عليه تيجي عند الاطفال، زعما كاين الاعمال الخير اللي تيدير في الاعياد مع الوليدات في عيد الفطر، تيمشي يفرحهم في اي عمل خيري تنحتاجوه تلقاو معنا الاخ شرف. ولكن الفاجعه اللي سمعنا دابا ديال 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 هاد السيمانات في الحسابات اللي بغى يديروا الاخ شرف، عيط لينا وجينا عنده وحنا تنضامنوا مع الاخ شرف اللي زعما كاين في اي وقيته تنعيطوا عليه تلقاوه في الجنب ديالنا. المحتوى الفاسد وهذا المحتوى الغير لائق للجرائم، الناشئه اطفال صغار، شنو دوركم انتم يعني يا شباب؟ الرؤيه ديالكم لهذا المحتوى الفاسد اللي في اليوتيوب؟ اخويا اللي تنتمنى انايا في هذا اليوتيوب بعد الوحدين اللي تيلعبوا تيطلعوا وتيقولوا بعض الكلام ما خصش يتقال، كاينين الوليدات اللي تيريحوا مع والديهم
عائله تتجمع بعضياتهم وتشعل هذاك الوليد مثلا اليوتيوب وتلقى هذاك فلان وديك فلانه اللي تيهضروا بعض الكلام ما غير لائق يهضروا به. وانا تنتمنى من وزير الداخليه في تحقيق لهاد الناس هادو اللي تينوضوا تلقاي يهضروا في اليوتيوب وتيديروا اللايف وتيقولوا الكلام الخايب. حنا هذا الشيء هذا ما خصوش يكون. وتنتمنى من وزير الداخليه في تحقيق عمل فاضح هذا. احنا هادشي هذا المهم حنا تنضامنوا مع الاخ شرف اللي خونا وعزيز علينا واللي تيدير الاعمال ديال الخير بصراحه في المنطقه ديالنا ولا في جهه الدار البيضاء تصطاد المغرب كامل. فما تحتاجوا في عمل خيري تلقاو معنا. واخ شرف حنا معاه وفنان ديالنا اللي شرف المنطقه ديالنا وتنشكروه من المنبر هذا. وبالنسبه للمحتوى اللي كيكون رديء كما قالوا الاخوان راه حتى في المتابعين ربما كيعجبهم هذاك المحتوى الرديء ما كيساندوش المحتوى اللي هو هادف واللي كيعطي واحد الاشعاع. واش غنقول لك راه حتى حنا ربما كمتابعين فينا المشكل فينا الخلل. كنخليو ان ذوك القنوات الرديئه وداك الشيء انها تطلع في لي فيو انها تزيد دير المتابعين وداك الشيء. مرات نشوف بعض المرات شي حاجه خارج الحياه وتنتشر بسرعه البرق وكتاثر على النشئه وكتاثر على المجتمع. راه فعلا راه كما قلت لك راه الخلل فينا حنا كنبارطاجيو هذوك القنوات. يعني حنا ربما اللي كنساهموا في, في في انتشار هذوك القنوات وكمتابعين وكذا راه الخلل فينا حنا في المتابعين. وحنا كنعلنوا التضامن ديالنا المطلق مع الاخ شرف السرجاني لانه ولد دربنا وقبل اي شيء وفنان معروف على الساحه الوطنيه وكيعطي اشعاع للحي ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.